ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات النص التاني من شهر مايو لعام 2020 لأصحاب برج الحوت. برج الحوت عندنا النص التاني فيه أحداث كتيرة جدا، وهيكون الأسبوع الأخير كمان مختلف معانا، لأن احنا عندنا بعض المشاكل العائلية أو الاجتماعية. مش المشاكل بمعنى كلمة مشاكل، لا، هو في مواضيع احنا مشغولين بيها أو احنا ملزومين بيها، احنا بنحلها أو احنا بنفكر فيها كتير. ممكن يكون عندك أسلوب أو طريقة معينة إنك تقعد مع فلان وتتكلم، تقعد مع فلان وتتكلم، عايز تحل موضوع بشكل قوي، عايز تشوف نهاية الموضوع، تجيب نتيجة أو آخر الحاجة اللي قدامك دي. فده حاجة انت شاغل بالك بيها بشكل قوي جدا. ممكن يكون عندك قلق على احد الاولاد او الاخوات، او يعني من الوضع العائلي. عندك الاسبوع الاخير هتبدأ تفكر في نفسك، هتبدأ تقول هو انا لحد امتى هعيش للناس او هعيش للعيلة والاخرين؟ طب ما هم مش عايشين ليا ليه؟ هتحس ان انت ظالم نفسك قوي، هتبدأ تفكر في نفسك جدا، هيكون عندك فكرة انك تبص لحياتك، هتبدأ تشوف في شخص بيشدك لو انت مش مرتبط، هتبدأ تشوف اشخاص معاك بيتعاملوا ممكن يكونوا على سبيل الصداقة او وضع صداقة عملية او صداقة عادية. يعني هتحس كتير ان في ناس بتتمصلح من وراكم، عايزين مصلحة، عايزين مساعدة مادية، عايزين يشوفوا ايه اللي وراكم، اخركم هيطلعوا من وراكم بايه. يعني من الاخر اشخاص خبيثة اللي هو بيتمصلح علينا. ده برج الحوت، انت عندك نوعا ما من فكرة ان بتقدس الصداقة جدا جدا، فممكن نقعد ونحكي ونتحاكى ونتكلم ونكون صافيين جدا لشخص اناني جدا، لشخص خبيث جدا. فده هيكون لو انت يعني حكيت بعض الحاجات، هيكون عندك تعرض لمشكلة، تعرض لان في فلان هيكون عندك بيطلع او بيسرسب اسرار ليكم برا، او هيكون بيتكلم عليك بسمعة مش طيبة. الشيء ده هيوجعكم جدا، هتبدأوا تفكروا ان احنا ناخد وضعية جديدة او حاجة جديدة في امورنا الحياتية، ان احنا هنعمل يعني حدود للاشخاص. ممكن في بعض الاشخاص اللي هم هيدخلوا في مرحلة زعل او ليه كده، يعني ان انتوا بتأمنوا للناس، هتزعلوا جدا على طيبتكم الزيادة. برج الحوت هو طيب جدا وطيب بزيادة، بس لما بيتصدم في شخص او بيتصدم في رد فعل معين هو ما بيصدقهوش، بيبقى بيتقلب مليون درجة، مش 180 درجة وبس. فيكون عندك بالفعل القلبة دي هتكون موجودة، ولكن اقول حاجة مهمة، ان القلبة دي هتكون لصالحكم قوي، وهتكون بتميزكم اكتر اكتر قدام نفسكم. يعني انتوا هتحسوا بقيمة ذاتكم قوي، هيبقى عندكم قرارات جديدة، اختيارات مهمة، تعاملات جديدة في حياتكم. فده هيخليكم ان انتوا بقى تنقوا بعناية وتبصوا للاشخاص اللي حواليكم بعناية قوية جدا. برج الحوت هيكون عندك مشكلة او صدمة هتيجي من القريب ليك، هتيجي من شخص انت ممكن تكون ما كنتش متوقعه، يعني اللي هو معقولة ده؟ فده هتحس، او هتحس ان في حد بيحاول يفرض سيطرته عليك بشكل قوي من المقربين ليك. هتحس ان حد عايز يكون انت تعيش ليه وبس، مش تعيش لنفسك، تعيش لنفسك حرام. فهتبدأ برضو تاخد موقف تجاه النقطة دي، ولا احنا هنكون اقوياء، لا احنا مش هينفع لنا الاسلوب ده. كل الحاجات دي يا برج الحوت هتخلينا ان احنا نكون بنتميز اكتر، بنكون عندنا قوة اكتر. في شعور هيكون برضو ملازمنا في النص التاني، وهو شعور شوية الغيرة، الغيرة على شخص، او التفكير في الماضي، التفكير في شخص ممكن يكون ظلمنا او احنا ظلمناه، ايا كان كنا بعدنا عن بعض ليه، مع ان الشخص ده احنا ممكن كنا رامينا طوبته تماما، يعني مبقيناش نفكر فيه خالص، او الموضوع اتقفل تماما، بقينا بنفكر، بقينا بنقارن، بقينا ممكن نسترجع بعض الذكريات. وعلى فكرة احنا بنسترجع الذكريات مش الحب وبس، مش العاطفة وبس، لا احنا بنسترجع ذكريات كتير. برج الحوت انا على ثقة ان نسبة كبيرة جدا منكم بيسترجع ذكريات الماضي وهو صغير،
واحنا لما رحنا مش عارفة فين عملنا ايه، وبتحسوا بإحساس حلو. ليه؟ لان انت عندك في حركة معينة كده، خلوني اقولها بالبلدي، يعني بتفتكر حاجات، بتنشط عندك الوضع، الامور النفسية، بتخليك انك تكون سعيد ولو للحظات، بيفرق معاك قوي، بيخليك ان انت تدخل في مود يكون كويس، يشدك من مود الكآبة او الزعل، يخليك تروح مود حلو، تبدأ تفكر بإيجابية، او ان انت تكون تبص، لا ده انا عايز بقى اكون مبسوط وعايز افرح وعايز اعمل وعايز اروح المكان ده وعايز اعمل مش عارف ايه، فيخلي عندك حتة السعادة تدخل. فده موجود بشكل قوي. يعني بتمنى ان انا اكون وصلتها لكم. عامة برج الحوت كمان عندك الناحية العملية، انت بتفكر كتير في نجاحك، وده مسيطر عليك من فترة، انت عايز تنجح من الناحية العملية، عايز تفكر، بتفكر كتير تعمل مشروع، عايز تنجح، عايز تكون بتحقق ذاتك، شايف انك ممكن تكون ضيعت وقت، لا انا مش عايز اتكسل تاني، انا عايز اكون اعمل كذا، فكل ده في بالك، ولكن بالفعل انت عندك النص التاني هتبقى بتاخد خطوات، انت بتعمل حاجة فعلا حقيقية، انت في اشخاص بتدعمك حقيقي، انت في ناس، يعني في ناس بتدعمك وانت بتدعم نفسك ان انت تكون ناجح عمليا او تحقق ذاتك، من حيث مشروع، من حيث الوضع العملي بشكل عام. الوضع المادي هيكون بنميل شوية ناحية ان احنا نكون مستقرين، لان هيكون عندنا الدنيا في الوضع العملي بتمشي، وان احنا يعني في متطلبات فلوس، بندفع فلوس في حاجات كتير، ولكن احنا في دعم من العائلة او في فلوس بتيجي من وضع العملي، يعني ما فيهاش عسر، لا الدنيا هتكون كويسة من الناحية المادية، بتميل إلى الاستقرار. الوضع الأمور العاطفية هيكون في نسبة كبيرة من الحب والإعجاب، يعني عندك معجبين كتير قوي 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 يا برج الحوت، عندك ناس بتدعمك وناس كتير بتفكر فيك، ناس كتيرة انت شغلها او انت شغلاها وبشكل قوي، وكتير منكم حتى اللي مرتبط انتوا في ناس بتفكر فيكم وانتوا مرتبطين، اللي هو غريبة شوية، بس ده ممكن يجر الحاجة سلبية، اعتبروا الفيديو ده توقعات ونصايح، ولكن هقول حاجة مهمة، ان اللي مرتبط ان ممكن يكون في حد بيفكر فيك بشكل قوي، عايزين ما نفكرش فيه، لان بروحانياتك انت بتحس بالبني ادم ده، هتحس بان هو مشدود لك قوي، خاصة رجل برج الحوت، فلما تحس ان هي مشدودة لك قوي ما بلاش تروح لها، ما بلاش ان هي تجذبك بعاطفتها، ما بلاش ان انت تخسر حياتك، لان بالفعل ودخول اي طرف ثالث في امورنا العاطفية هيخلينا نخسر كتير، مش هنخسر الوضع العاطفي بس، ولكن هنخسر حاجات كتير من امورنا الحياتيه، واختلافات في الوضع العائلي او الوضع العملي، وهيبقى في شقلبه في دماغنا، فدي مهمه قوي قوي. برج الحوت فعندك اشخاص كتيره معجبين، هيكون عندك في كتير عايز يميل ناحيه الاستقرار العاطفي، نحسن اوضاع العاطفيه، يكون في تميز، نحس ان احنا مبسوطين، نحس ان احنا فخورين بالشريك والشريك فخور بينا امام الناس، فانتوا محتاجين ده جدا، وبتسعوا لناحيه الموضوع ده قوي في خلال النص التاني. برج الحوت كمان عندك الوضع اللي هو يعني الوضع العاطفي بشكل عام، حتى بالنسبه للرجوع، هو في اشخاص ظلموا برج الحوت هيكون عايزين يرجعوا جدا، ولكن برج الحوت الاغلب او الغالبية عنده اني انا لما ببعد انا ما برجعش، لما بنهي موضوع بيبقى صعب جدا ارجع له، ولكن هيكون عندك في نقاط من التفكير في شخص ممكن يكون انت سبته او سابك، بس في نفس الوقت فكرة ان انت ترجع له مرة تاني مش موجودة جواك بشكل قوي، الا لما تاخد حقك، الا لما الشخص ده يعتذر لك بشكل قوي، تحس ان انت متكيف من طريقة الرجوع او الاعتذار، فده من حيث الرجوع بشكل بسيط لبرج الحوت. برج الحوت عندك في احداث ممكن تحصل في النص التاني تخلف الوضع معاك، انت عندك اساسا في الوضع هيتحسن وبشكل تدريجي، لانك انت بتستعد للنص التاني، او النص التاني من عام 2020 بيستعد انه يفرش لك يا برج الحوت الارض، فبمعنى الكلام ان انت عندك ايجابيات وعندك فرص يجب استغلالها جدا جدا بشكل قوي قوي، يعني لازم ان احنا يكون عندنا الوعي ده. برج الحوت هيكون عندك زيادة تثقيف اكتر، زيادة معلومات اكتر، هيكون بتدور على ان انت تاخد كورسات، او ان انت تتعلم حاجة، او ان انت تقعد مع حد فاهم او دارس شيء معين تسمع منه، تاخد منه خبرات، عندنا فكرة ان احنا عايزين نكون خبرات بشكل قوي، نسمع حكايات الاخرين حتى، فكل الحاجات دي بتزودكم كتير ادراك ومعلومات ومفهومية في حاجات كتيرة، وانتوا بتحبوا ده قوي، وده هيكون موجود في النص التاني بشكل قوي، ده هيدعمكم في اللي قدام، يعني هيخليكم ان انتوا اذكياء
في مواضيع كتيرة في الحاجات اللي جاية لكم قدام. جاية لكم كمان خبر سعيد، خبر منتظر، انتم منتظرينه بشكل قوي، هيكون موجود، هيكون عندكم لقاء مهم انتم بتحضروا له، او ان انتم بتسعوا ان انتم يكون في لقاء، يعني عايزين تقربوا من بعض الاشخاص بشكل قوي، وهيكون عندكم بالفعل قرب يا اما في النص التاني من مايو يا اما اول يونيو، واللقاء ده انتم هتسعدوا منه بشكل قوي جدا. برج الحوت، انا عارفه ان انا طولت عليكم، ولكن في نفس الوقت انا بتمنى ان انا اكون قلت لكم معلومات كافيه. عامه بشكركم جدا وبحبكم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.